القناة الإعلامية للبنت السورية هي الأفضل دائما. تشيع كوكبة من الشهداء الذين كتبوا بدمائهم سطورا في ملحمة الدفاع عن وحدة سوريا وأمنها واستقرارها. القوى الأمنية تقتل مسلحين اثنين كانا يطلقان النار على السيارات والمواطنين على طريق عام سلامية الرقة. القيادة المركزية لجبهة الوطنية التقدمية تؤكد أن سوريا قادرة على مواجهة المخطط التآمري والحفاظ على الوحدة الوطنية. شوارع وأحياء مدينة درعا تستعيد حياتها الاعتيادية في جو من الطمأنينة والارتياح. الرئيس الأسد يصدر مرسوما بإعفاء المشتركين المديونين بذمم مالية ناجمة عن استجرار الكهرباء من كامل الفوائد والغرامات ما قبل عام 2010 إذا سددوا تلك الذمم. صرح مصدر عسكري مسؤول في الجيش والقوات المسلحة بما يلي: تتابع وحدات الجيش والقوات المسلحة مهمتها التي شارفت على الانتهاء في مدينة درعا بعد تحقيق معظم الأهداف التي دخلت من أجلها، حيث تمت ملاحقة ما تبقى من فلول العناصر الإرهابية المسلحة التي كانت تروع السكان الآمنين وتنشر الذعر والخراب والقتل في جميع الأحياء، وتمكنت من إلقاء القبض على العشرات منهم ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة الحديثة والذخائر المتنوعة في أماكن مختلفة، ما ساهم في إعادة الشعور بالأمان والطمأنينة لسكان المدينة. مشاهدينا، وردنا الآن ما يلي. صرح مصدر عسكري مسؤول بما يلي: تتواصل عمليات التفتيش والملاحقة للمجموعات الإرهابية المسلحة في مدينة درعا، حيث تم اليوم إلقاء القبض على عدد من عناصر تلك المجموعات، وعثر على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في مخابئ تحت الأرض وفي البساتين وفي أماكن متفرقة من المدينة وضواحيها. هذا واستجابة لبلاغ وزارة الداخلية الأخير، فقد بادر عدد ممن غرر بهم بتسليم نفسه لوحدات الجيش والقوى الأمنية. في ظل هذا الجو من الطمأنينة، بدت شوارع وأحياء مدينة درعا تستعيد حياتها الاعتدادية، وخرج المواطنون إلى الشوارع بعد أن تنفسوا الصعداء إثر العملية التي قامت بها قوات الجيش والأمن واستهدفت العصابات المسلحة المجرمة التي روعت وأخلت بأمنهم. وأكد العديد من أبناء المدينة أن المواد الغذائية الأساسية والتموينية وفي مقدمتها الخبز وحليب الأطفال متوفرة ولم تنقطع في أي وقت، كما أن المياه لم تنقطع أبدا، في حين أن الكهرباء عادت إلى طبيعتها بعكس ما تحاول بعض وسائل الإعلام المغرضة إشاعته لأهداف لم تعد تخفى على أحد. وعبر مواطنو درعا عن ارتياحهم وشكرهم وتقديرهم لعناصر الجيش والأمن وللجهود التي بذلوها والتي أدت إلى اعتقال العناصر الإرهابية المجرمة، حيث تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة المخزنة في حفر وأنفاق في مناطق عدة في المدينة. بدرعا كثير يعني الحمد لله في استقرار وفي امان من يوم اجى الجيش، يعني شعرنا بالامن، شعرنا بالحمايه الحمد لله، ومرتاحين ومبسوطين، ومي عنا وكهرباء عنا، يعني كل شيء بتقوله الوزارات المغرضه. وان شاء الله الامور بخير، والجيش دخل حتى حمايتنا، حمايه المواطنين، حتى يبعد عننا الضيم ويبعد عننا الضرب والاهانات، والجيش موجود لهالشغله هاي ان شاء الله، والحمد لله كل شيء متوفر. الله يحميكم ويحمي جيش الامن اللي جاء منا هون ودار باله علينا، واحنا الحمد لله مبسوطين، واحنا الحمد لله بخير، بنطلب من الله، بنطلب من الله النصر. عبر المئات من الشبان السوريين الذين احتشدوا امام السفارة الصينية بدمشق عن ارتياح الشعب السوري لمواقف الصين الداعمة لسوريا تجاه ما تتعرض لها من مؤامرة خارجية، وهتف المحتشدون عبارات شكر للصين باللغة الصينية.
ويقدر السوريون الموقف الصيني في مجلس الأمن وفي مجلس حقوق الإنسان قبل أيام تجاه محاولات النيل من سوريا، وتعزز هذه المواقف الصداقة الراسخة بين البلدين الصديقين ومكانتهما في الخارطة الدولية. وأمام السفارة الروسية بدمشق احتشد المئات من الشبان تقديرا منهم للمواقف الروسية والمؤامرات الرامية إلى النيل من صمودها. ووجه المشاركون رسالة شكر وعرفان بالجميل إلى روسيا التي تقف دائما في المحافل الدولية بالأقوال والأفعال إلى جانب سوريا وكل القوى المناضلة والمدافعة عن قضايا الشعوب والرافضة لمشاريع الهيمنة والطغيان. أكد ألكسندر زاسوخوف رئيس جمعية الصداقة الروسية السورية رفض روسيا لقيام أي جهة كانت بالتدخل بصورة سافرة أو خفية في الشؤون الداخلية لسوريا، معربا عن تأييد الشعب الروسي ودعمه وتضامنه مع سوريا في وجه ما تتعرض له في المرحلة الحالية. سوريا كانت ولا تزال من أهم أصدقاء روسيا، لذلك فإن الشعب الروسي يبدي كل مشاعر التآزر والتضامن مع الشعب السوري الصديق. نحن واثقون بقدرة سوريا وشعبها على الخروج من الأزمة الراهنة التي حيكت خارج البلاد والتي حاول مدبروها الإيحاء بأنها تجري من أجل الإصلاح. الأمر الرئيسي ينحصر حاليا في صيانة استقلالية سوريا التي تتميز بدور فعال في العالم والمنطقة. وأد الفتنة واجب شرعي وديني، ووزارة الأوقاف تؤكد دور خطباء المساجد في توعية الناس لما فيه خير البلاد والعباد. الفتنة أشد من القتل. بهذه الكلمة بدأ الدكتور محمد عبد الستار السيد وزير الأوقاف لقاءه مع أئمة وخطباء المساجد في ريف دمشق، مؤكدا دور العلماء والأئمة في وأد الفتنة التي أرادت إدخال البلاد في أتون الظلام والفوضى، مبينا أن من يخطط في الخارج لا يعنيه الإصلاح في الداخل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الجهاد كلمة عند السلطان عنده أن تسمع صوته، لا أن تكون في الشارع ولا أن تخرب. دور الخطباء ودور المساجد هي مساجد هداية لا مساجد دعاية، مساجد سلم وسلام وإسلام، ومساجد أمن وأمان وإيمان للناس. آلمت نتائج هذه الفتنة الجميع، لكن علينا أن ننظر إلى المستقبل وأن وطننا عزيز ووطننا غالي وأن وطننا حبيب إلينا جميعا، وعلينا أن نساهم جميعا في حفظ أمنه واستقراره. الكلمة الطيبة والدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة هي المسؤولية التي رآها الخطباء للوقوف في وجه المؤامرة الخارجية ونبذ الفتن، مؤكدين أن الإصلاح لا يمكن أن يتحقق من خلال التخريب والدم. كلمة الطيبة هي علامة من علامات الإصلاح والصلاح. في الحكمة يقول الكلام في الفتنة دم يقطر، فمن لم يستطع أن يحسن الكلمة وقولوا للناس حسنة فعليه بالصمت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والصمت خير. فيجب أن يكون دورهم دور التهدئة، لأنهم يعني يدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. دور العالم وخطيب المسجد توعية الناس، تعقل الناس، ولذلك الشرع لا يبرر جهل الناس. وبالدعاء ختم الخطباء لقاءهم متضرعين إلى الله أن يحمي البلاد ويحقن دماء العباد. وفد محافظة إدلب الذي التقاه السيد رئيس بشار الأسد نقل إلى أبناء المحافظة أجواء اللقاء الإيجابية وحرص السيد رئيس بشار الأسد على الاستماع إلى مطالب الشعب وتلبيتها. في إطار الحوار الشعبي في محافظة إدلب التقى بعض أعضاء الوفد الذين مثلوا أهالي المحافظة لدى لقائهم بالسيد الرئيس بشار الأسد منذ أيام بالإخوة المواطنين، وأطلعوهم على أهم ما دار من نقاش في هذا اللقاء المثمر وأهم المطالب الأساسية التي طرحت على السيد الرئيس. المواطنون السوريون واللبنانيون في القرى الحدودية المتجاورة يؤكدون أن الحركة طبيعية وعادية بين المنطقتين التي تربطهما صلات القربة، وأن ما يشاع عبر الفضائيات المغرضة لا أساس له من الصحة. دخلنا مع كاميرا التلفزيون السوري إلى الشريط الحدودي بين سوريا ولبنان،
وتجولنا في غير قرية لا تبعد سوى أمتار عن الأرض اللبنانية، وما سمعناه من الأهالي دمعت له العيون لما يحمل من المودة والإلفة والتاريخ والأرض والإله. تساءلنا، لكن ما الذي نسمعه في فضائيات الزيف والفتنة؟ وتركنا لأهل الأرض الطيبة أن يتحدثوا. أنا محمد نجم العويشي، مختار قرية صوان العويشات، توقع على الحدود السورية اللبنانية بجانب من وادي خالد. الوضع الحمد لله تمام، وحسب ما نشوف الفضائيات بتكذب وتعيط وتساوي وكذا، أمورنا الحمد لله تمام، لا في نزوح ولا في شيء، كلياته هاي فبركة وكذب من نزاعة الجزيرة وغيرها، هالحكي هذا كلياته ما فيش منه خالص. أنا مواطن لبناني من وادي خالد، وجودي صدفة هون كونه في مناسبة عنا ودعينا عليها في حفلة عرس لقرايبيننا، ونحن تربطنا صلة رحم وقرابة ودائما عند بعضنا، وإن شاء الله نتمنى الأمن والاستقرار والهدوء لسوريا، سوريا العروبة، سوريا المقاومة، كون ونحن سوريا لا فضل على وادي خالد بشكل بالكساء بالغذاء بالتدفئة بالطبابة. عرب العويشات قريب على وادي خالد، الحمد لله ما عندنا أي مشاكل لا من الوادي ولا من عندنا، نشكر الله. فرحان العويشي من منطقة وادي خالد لبنانية بجوار الأراضي السورية، نحن هون شعب واحد، وأنا هلأ بمنطقة سورية على الحدود، تربطنا علاقة القرابة والعيش المشترك والأهل واحد، نحن عويشات بلبنان وسوريا، ودائما في زيارات متبادلة وعلاقات يوميا وود ومحبة، وما فيها شيء كلياته، ومنتم ما كنتم شايفين بتلاقوا أهل وادي خالد هني بالعويشات وأهل عويشات هني بوادي خالد، هاي بشكل يومي. حسين السيان، نحن عم نشارف مع بر الاستقمار الحدودي، مثل ما كنتم شايفين طبعا نحن على الطريق الرئيسي مع بر الاستقمار، ما في أي حركة غير طبيعية، حركة وضع طبيعي وأقل من طبيعي، وطبعا نحن إذا صار حركة عبور عادية جدا جدا بحكم طبيعة القرابي بينه وبين القرى اللبنانية الشقيقة بحكم القرابي، يعني مثل أنا أصلا أنا لي أخت بجوزي بوادي خالد، قربي بنتي بنت أختي بتجي لعندي زيارة، بروح عندها زيارة، حركة أقل من عادية. فايز كلماني، مختار قرية جسر قمار الحدودية التي تبعد عن وادي خالد حوالي 100 متر بس. طبعا سمعنا من الفضائيات المغرضة أنه في حركة عبور يعني من سوريا إلى لبنان غير طبيعية، وهالحكي طبعا غير صحيح، هاي الحركة طبيعية لأنه نحن هون بسوريا ولبنان في حركة زواج قوية، من عندنا أخذين وهني ونحن أخذين من عندهم، وبالحالة العادية بالأعطال تصير هاي الحركة طبيعية، يعني هني بيجوا لعنا زيارات نحن مروا لعندهم عادي، وما في أي شيء من هالإذاعات المغرضة اللي عم تحكي فيه. وفي جديد المواقف العربية والدولية الداعمة والمتضامنة مع سوريا، أكد مجلس عشائر العراق في الجبهة الوطنية والقومية والإسلامية وقوفه مع سوريا قيادة وشعبا لمواجهة المخططات الرامية لنيل من دورها العربي والقومي وزعزعة الأمن والاستقرار فيها. ودعا المجلس أبناء الشعب السوري إلى اليقظة والحذر والالتفاف حول القيادة الحاكمة للسيد الرئيس بشار الأسد لتفويت الفرصة على الأعداء والطامعين، مؤكدا أن ما تتعرض سوريا له من تآمر في هذه المرحلة الصعبة يتطلب مزيدا من العمل على تحسين الوحدة الوطنية والحفاظ على الأمن القومي السوري ومواجهة التحديات والتهديدات الخارجية والمضي في مسيرة الإصلاح التي أقرتها القيادة السورية. عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني إليسيوس فاينانس أكد وجود تزييف كبير في وسائل الإعلام تجاه سوريا، حيث تعمل بعض المحطات كالجزيرة مركزا لتحريض وبث معلومات مزورة. وقال فيناس إن مقاطع الفيديو التي تبثها الجزيرة على أنها تجسيد للأحداث في سوريا هي في الواقع مأخوذة من دول أخرى وأحداث أخرى، لافتا إلى أن استقالات صحفيين من الجزيرة خلال الأيام الماضية تشير بشكل واضح إلى السياسة التي تتبعها القناة لجهة تشويه الحقائق أمام الرأي العام العالمي.
ورأى المسؤول اليوناني أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل يولون اهتماما كبيرا لخلق حالة من عدم الاستقرار في سوريا، محذرا من أن محاولات النيل من استقرار سوريا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.